بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا لهذا اليوم المجسمات والأشكال الهندسية. قبل أن نبدأ في الدرس، سنبدأ أولا بالحساب الذهني. إذا لاحظوا جيدا، ما هو العدد الذي أضيفه إلى 7 وأجد 10؟ نعم، العدد الذي أضيفه إلى 7 وأجد 10 ما هو؟ إذا 7 8 9 10، إذا العدد هو 3. أحسنتم. الآن سنمر إلى العدد الثاني، 9 زائد. ما هو العدد الذي أضيفه إلى 9 وأجد 10؟ فكروا جيدا. أحسنتم، 9 زائد 1 تعطينا 10. ننتقل الآن إلى المثال الثالث. ما هو العدد الذي أضيفه إلى 5 وأجد 10؟ فكروا جيدا. إذا 5 أضيف إلي كم لأحصل على 10؟ أحسنتم، إنه العدد 5. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا لهذا اليوم المجسمات والأشكال الهندسية. قبل أن نبدأ في الدرس، سنبدأ أولا بالحساب الذهني. إذا لاحظوا جيدا، ما هو العدد الذي أضيفه إلى 7 وأجد 10؟ نعم، العدد الذي أضيفه إلى 7 وأجد 10 ما هو؟ إذا 7 8 9 10، إذا العدد هو 3. أحسنتم. الآن سنمر إلى العدد الثاني، 9 زائد. ما هو العدد الذي أضيفه إلى 9 وأجد 10؟ فكروا جيدا. أحسنتم، 9 زائد 1 تعطينا 10. ننتقل الآن إلى المثال الثالث. ما هو العدد الذي أضيفه إلى 5 وأجد 10؟ فكروا جيدا. إذا 5 أضيف إلي كم لأحصل على 10؟ أحسنتم، إنه العدد 5، 5 أصابع. نمر الآن إلى المثال الأخير. ما هو العدد الذي أضيف إلى 10 وأجد 10؟ أحسنتم، إنه العدد 0. أعزائي التلاميذ، دعونا نتذكر بعض الأشكال الهندسية. نبدأ بأول شكل. ما هو هذا الشكل يا صغاري؟ أحسنتم، إنه المربع. وبماذا يتميز المربع؟ له 4 أضلاع متقايسة. نمر الآن إلى الشكل الثاني. ما هو هذا الشكل يا صغاري؟ ممتاز، إنه المستطيل. ومن خاصيات المستطيل الضلعان المتقابلان متقايسان. لاحظوا، هذان الضلعان المتقابلان إنهما متقايسان، وهذان الضلعان المتقابلان أيضا متقايسان. إذا هذا الشكل يسمى المستطيل. ننتقل الآن إلى المثال أو الشكل الثالث. ما هو هذا الشكل؟ ممتاز، إنه المثلث. ومن خاصيات المثلث له 3 أضلاع. ننتقل الآن
إلى المثال الأخير، ما هو هذا الشكل يا ترى؟ فكروا جيدا. رائع، إنه القرص. ويتميز القرص بشكله الدائري وليس له أضلاع. قمنا بوضع الأشكال الهندسية التي تعرفنا عليها قبل قليل على سطح الطاولة. إذا لاحظوا جيدا، كل وجوه هذه الأشكال فهي تلامس سطح الطاولة. ننتقل الآن إلى هذه الأشكال. لاحظوا جيدا، هل جميع وجوهها تلامس سطح الطاولة؟ لنرى ذلك نأخذ مثلا هذا الشكل. إذا هذا الشكل لاحظوا جيدا فهو يشبه المربع. إذا هل جميع وجوهه تلتصق بالطاولة أو تلامس سطح الطاولة؟ لاحظوا جيدا، بالطبع لا. لاحظوا هذا الوجه، إنه يرتفع عن سطح الطاولة ولا يلامسها. إذا نسمي هذا الشكل بالمجسم. إذا كل شكل يرتفع عن سطح الطاولة فهو يسمى بالمجسم. ننتقل إلى معرفة خاصية كل مجسم من هذه المجسمات. لاحظوا هذا الشكل، إنه المكعب. لاحظوا شكل وجوهه، إنها على شكل مربع. لنبدأ بحساب عدد الوجوه. عدد وجوهه هو 1 2 3 4 5 6. والآن ننتقل لحساب عدد الأحرف، وهو مكان التقاء ضلعين في وجوه المجسم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. أحسنتم. والآن سنحسب عدد الرؤوس وسنشير لها باللون الأحمر. 1 2 3 4 5 6 7 8. ننتقل الآن إلى مجسم آخر ويسمى متوازي المستطيلات، لأن شكل وجوهه على شكل مستطيل. نعد: 1 2 3 4 5 6. إذا له 6 وجوه. والآن سنقوم بحساب عدد الأحرف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذن عدد أحرف متوازي المستطيلات 12. الآن نعد عدد الرؤوس سنشير إليها بالأحمر. 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن عدد الرؤوس هو 8. ننتقل الآن
إلى مجسم آخر ويسمى بالهرم. عدد وجوهه نعد: 1، 2، 3، 4، 5. أما عدد الأحرف عد معي: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. ننتقل الآن لحساب عدد الرؤوس وسنشير إليها بالأحمر. واحد، 2، 3، 4، 5. أحسنتم. وآخر مجسم سنتعرف عليه هو الأسطوانة، وكما تلاحظون ليس لها وجوه ولا أحرف ولا حتى رؤوس. تتكون الأسطوانة فقط من قاعدتين على شكل قرصين. ننتقل الآن لمعرفة خصائص كل مجسم. نبدأ بالمجسم الأول. إذا لاحظوا جيدا كيف هو شكل وجهه؟ أحسنتم، شكل وجهه عبارة عن مربع. إذا اسم المجسم مكعب. ما هو عدد حروفه؟ عدد حروفه 12. عدد الوجوه 6. أما عدد الرؤوس 8. وشكل الوجه قلنا هو عبارة عن مربع. ننتقل الآن إلى المجسم الثاني. لاحظوا جيدا كيف هو شكل أحد وجوهه؟ أحسنتم، إنها على شكل مستطيل. إذا هذا المجسم يسمى متوازي المستطيلات. عدد حروفه 12 أيضا. أما عدد وجوهه، هذه الأوجه هي 6. عدد الرؤوس 8. وقلنا أن شكل وجهه هو عبارة عن مستطيل. إذن متوازي المستطيلات والمكعب لهما نفس الخصائص باستثناء شكل الوجه. ننتقل الآن إلى المجسم الموانع. إذن هذا المجسم يسمى بالهرم. إذن كم له من حرف؟ إذن له 8 حروف. إذن هذه هي أحرف الهرم. كم له من وجه؟ له 5 وجوه. وكم له من رأس؟ قلنا 5 أيضا. شعبي نوعان من الأوجه: وجه على شكل مثلث ووجه آخر على شكل مربع. إذا شكل الوجه مربع مثلث. بقي لنا أن نتعرف على آخر مجسم. إذن هذا المجسم
يسمى ب الأسطوانة. وقلنا أن الأسطوانة لا تتوفر على حروف ولا أوجه ولا رؤوس، أما شكل الوجه فهو عبارة عن قوس. لاحظوا أطفالي هذه الأشكال، الشكل الأول هو عبارة عن أطفال، الشكل الثاني هو عبارة عن قنينة، الشكل الثالث عبارة عن هرمي مصر، والشكل الأخير عبارة عن علبة. إذا نحاول أطفالي أن نتعرف على المجسمات التي تشبه هذه الأشكال. إذا الشكل الأول يشبه ماذا؟ يشبه المكعب، أحسنتم. الشكل الثاني يشبه الأسطوانة، جيد. الشكل الموالي يشبه ماذا؟ يشبه الهرم، أحسنتم. أما الشكل الأخير فهو يشبه لمتوازي المستطيلات. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله.